السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير معكم واحد الحلوه ديال المراشم، ديال الناس زمان، الوالده ديالي الله يرحمها وكاع الامهات راه كانوا كيديروها. هذه احسن حلوه عندنا. كي شفتوا دابا كاع الناس رجعوا لهاد الحلويات القدام، حيت هما صحيحين 100% وزعما تيصدقوا كل شيء. وكيما شفتوا دوك داك المرشم الكبير ما كاينش عندنا الصراحه، كنت كنعقل عليه. هو كان ديال البلاستيك وكبير وفيه كل شيء هاد المراشم. ودابا انا لقيت غير هذا اللي عندي، هذا الشيء اللي كاين البنات. المهم غادي نوريكم مقادير. هنا كاينين ثلاثه د البيضات، جوجات غادي نستعملوهم في الحلوه، وهذيك بيضه غادي نستعملوها غير في نزوقو بين، المهم ندهنو بها الحلوه ديالنا. هنا كاين كاس ديال سنيده، وهنا كاين كاس ديال الزيت، وهنا كاينه فاني ما عنديش الاخرى، سالات ليا كاينه غير هذه. وهنا غادي نديرو خميره ونص ديال الخميره، خميره ونص ديال الخميره ديال الحلوه. وهنا غادي ندير معلقه ديال الزبده كبيره، وهنا الدقيق على حسب الخليط. كيشتو كاين دقيق اللي كيشرب، كاين اللي ما كاين هذاك اللي ما تيهج. وهنا غادي نزوقوها بهذا، الى عندكم الجنجلان البنات، الجنجلان زوقوا بها، سينو ديروا غير هادو ولا غير سكر سنيده. اللي ما توجش عندك لا جنجلان لا هاد لي ديكوراسيون، ديروا غير سنيده البنات. المهم هادشي اللي كاين. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه ان شاء الله، وبقاو معنا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله. ها انتم البنات، المهم راه نسيت الجنجلان ما قلتوش لكم، حتى هو الا بغيتو تزوقوا اختياري، بغيتو غير سنيده زوقوا غير بسنيده. دابا غادي نمشيو للطريقه البنات، كيفاش غادي نديروا لهاد الحلوه ديال الطابع. ها انتم البنات، غادي نديروا الزبده ونديروا شويه ديال الملحه، نسيتها ما قلتهاش لكم، غير شويه وصافي. وغادي نديرو سنيده. شوفوا انا درت كاس، لا نتوما البنات لا بغيتو ديروا بزلافه، ديروا بزلافه كبيره ديال السكر وديال الزيت اختيار. انا قلت ندير غير شويه صافي، ودرت لكم هذا القياس. المهم نديرو هذيك المعلقه ديال الزبده مع كاس ديال سنيده، ونخلطو كل شيء. من بعد نزيدو ليها الزيت البنات، كاس ديال الزيت، نخلطو كلشي. غنديرو شويه د الفاني البنات، انا عندي السائله، الا عندكم الاخرى ديروها. المهم نخلطو مزيان. راكم تبارك الله البنات كلكم كديرو الحلويات وكتعرفوا كلشي، كنبغيو المشاركه معكم وصافي. بغيتو ديرو ثلاثه د البيضات كما قلت لكم على حسب المقادير. الا درتو زلافه ديال السكر وديال الزيت، زيدوا البيض، ديروا 6 البيضات حتى الأربعة. المهم نخلطوا مزيان هذه المقادير كلها، ومن بعد نديروا الخميره والدقيق على حسب الخليط. ما نقولش لكم زلافه ولا جوج ولا، المهم على حسب الخليط وصافي حتى تجمع لكم العجينه. هانتوما البنات، كنعبر بهاد الزلافه ديال الدقيق. المهم كندير شويه بشويه حتى نعرف شحال بالضبط دات ليا ديال الدقيق، ونديروا الخميره هي الاخرى نخليوها. انا درت انا وحده ونص اللي درت ديال الخميره البنات. المهم نبداو نخلطو حتى تجمع لينا الخليط. المهم دابا درت زلافه، غادي نزيد زلافه اخرى ولا نص زلافه. المهم انتم معايا حتى نسالي كاع ونجمعوها ان شاء الله. هانتوما البنات، المهم هزت ليا جوج زلايف اونص حتى لثلاثه، ها هي. هاد الدقيق كيشرب بزاف، ما نقولش لكم، ها هو شريتو في كالفور ديال كالفور. هانتوما والله العظيم الى جوج تزلايف ونص حتى ثلاثه تقريبا اللي هز ليا. المهم ها هي، تنخليوها ترتاح شويه، ومن بعد باش ندوزو نستعملوها ندلكوها بالدلاك. ها هي البنات، من بعد جمعتها درت فيها كويرات،
وهاني دابا غادي نخدمها في هذا في هذا الورق ديال الفران، وندير عليها وحده اخرى هكا باش تساعدني ندلك بالدلاك هانتوما. ومن بعد غادي ندير هاد المراشم كلهم. ايوا هانتوما البنات معايا تنسالي ان شاء الله. هانتوما من بعد البنات ما دلكت العجينه، هاني دابا كنقطع كندير المراشم. هاد الطريقه كتجيكم سهله، ها هي المهم اي طريقه درتوها، لكن انا قلت هكا احسن. هانتوما غادي ندير القليب حتى هو هانتوما، غادي نستمروا على هاد تنساليو ان شاء الله. هانتوما البنات رانا زوقتها تاني بهذا، وغتحاولوا تهزوها غير بالموس شويه. هانتوما درت لكم هاد الشكل اخر. المهم غادي نستمروا على هاد الطريقه حتى نساليو كاع هاد الاشكال كلهم اللي عندنا وندهنوهم ان شاء الله. المهم نرجع معاكم. هانتوما البنات حاولوا تاخدوها بشويه بالموس باش ما تخسرش ليكم. هانتوما هكا وحطوها في اللاطه ديالكم فهمتوا. حيت كتخسر دغيا الا ما زيتوهاش. ها هي زيناها، ودابا غادي نشوفوا لها شي بلاصه في هاد اللاطات باش ندخلوها الفران. المهم غنكملوا العجين ديالنا كلها وغندخلوها الفران مدة المهم 180 درجة ومدة 15 حتى 20 دقيقة ان شاء الله. من المهم دابا غادي ندير ليها البيض وغتشوفوني كاع المهم داكشي باش غنزينها ان شاء الله. هانتوما البنات غادي نهزو داك صفار البيض وغنديرو فيه شوية ديال الحليب وشوية ديال الفاني غير شويه، ولا ما عندكمش هادي ديروا الاخرى ديال فاني سكر، ولا ما كايناش هذيك حتى هي ديروا غير شويه ديال الخل وهذا الحليب صافي. ودابا البنات غادي نمشيو باش ندهنوا الحلوه ديالنا. المهم انتم معنا غادي ندهنوها كلها باش ندخلوها الفرن كما قلت لكم 180 درجه 180 درجه والمده ديال الطهي 15 دقيقه حتى 20. المهم تحمر الحلوه تحمر من الفوق والتحت وصافي نحيدوها. وهذا ما كان البنات، المهم بغينا غير نتشاركوا معكم نرجعكم شويه للزمن الجميل اللي تيقولوا، وهاد الحلويات ديال زمان ديال الوالدات ديالنا الله يرحمهم اللي باقا عايشه الله يطولها في الحياه واللي مات الله يرحمها. يعني هاد الحلويات هما ديما في الاعياد عيد الصغير ولا عيد الكبير كيديروهم. ايوا قلنا نرجعوهم ولينا بقينا والله العظيم ولينا انا الصراحه انا هاد الشيء كاع القديم وليت هو اللي كنديروا هذوك الغريبات وهادو ديال المراشم حتى هما تيصدقوا 100%. بالنسبه للمبتدئات اللي بغات ديرهم المهم ديال الدوازتاي ايوا دابا كان البنات. المهم دابا غادي نرشوهم بالجنجلان. المهم البنات هانتوما معنا شويه الجنجلان كما اللي كيتوفر عندكم. المهم البنات في الدار عندكم حتى سكر سنيده حتى هي كنا كنديروها اللي كاين عندكم اللي عندكم في الدار. المهم انسان غير ينوض ويدير شي حاجه باش يشرب اتاي وصافي. المهم غادي نستمروا على هذه الطريقه حتى نكملوا كاع الطاوات ديالنا، وغادي نقول لكم شحال خرجت ليا من حبين ان شاء الله ملي طيب ونحسبهم صافي. يلاه نتوما معايا دابا غادي ندخلهم الفران مده 15 دقيقه حتى 20 ونرجع معكم تشوفوا الطبق النهائي. ها نتوما البنات من بعد ما دلكت هذا العجين ها هي باش زوقتها، وكما قلت لكم غتحاولوا تهزوا هزوها غير بالموس شويه لان ديجا فيها الزبده وفيها الزيت يعني هشه. المهم نستمر البنات بهاد
الطريقة. احنا البنات الحلوة ديالنا طابت، هيا الديكورات اللي درت معكم هما اشكال والوان اللي تيقولوا المهم قليب نجيمات ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم بغيت نقول لكم راه خرجت ليا داك المقادير اللي شفتي، خرجوا ليا 90 حبة البنات. المهم 90 حلوة المهم اللي خرجت ليا، وهذا ما كان البنات. نتمنى تجربوها. هاني قسمت وحده، ها نتوما هي كي كتجي، كتجي غزاله 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 وبنينه. ايوا هذا ما كاين البنات. المهم هذه الحلوه الدوازاتاي اللي كيقولوا نتمنى تعجبكم. المهم بالنسبه للمبتدئات اللي بغاو يديروها، ونتمنى نكون خفيف على قلبكم البنات. وهذا ما كان، وما تنساوش التشجيعات ديالكم ولي لايك ديما لايك وجيم. ايوا هذا ما كاين، واللي ما اشتركش البنات يشترك معايا في القناة ديالي، مرحبا بكم عند قناة غزلان أنوال. إوا هذا ما كان البنات، نتمنى تكونوا نكون خفيفة على قلبكم، واللي كتوحم تسمح ليا تنقولها ديما ديما ديما. إوا بسلام عليكم البنات، إلى فيديو لاحق إن شاء الله. بسلامة.